لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا الآن من دبي عبر سكايب الأستاذ أيمن عيتاني الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات. أجدك دائما مبتسم وأنت ضيف دائم على ألوان الشرق. أيمن، هنالك جلسة لرؤساء شركات الشركات التكنولوجية في الكونغرس. لننوه فقط أيمن بداية أنه نحن معك الآن على الهواء. الجلسة قائمة، جلسة الامتثال لرؤساء الشركات التكنولوجية منعقدة أمام الكونغرس الأمريكي بشكل رسمي. إلى أي مدى هذا الإجراء يضع هذه الشركات في مواجهة حقيقية؟ ولماذا اليوم؟ ما السبب الرئيسي؟ وضح لنا. هلا هديل، يعني التوقيت دائما انت بمقابلتك توقيت بمحلها ودائما بالمواضيع السخنه والصعبه. هلا يعني نحن كمعلوماتنا عم ناخذها من التلفزيون والراديو والجرايد، وكمان قصه منيح منها عم ناخذها عن طريق الانترنت، فيسبوك وانستغرام وجوجل وتويتر وغيرها. وكيف في نوع من رقابه وتنظيم للتلفزيون والراديو والجرايد؟ في نوع خفيف من التنظيم على فيسبوك وانستغرام وتويتر وغيرها. ليش؟ لانه تعتبر هي منصات والناس هي بتحط المعلومات. هيدي من زمان هيك، يعني انا بقول انا منصه تقنيه، الناس شو بتحط منا مسؤوليتي. بس قد ما صار في انتشار واسع لهيدي المنصات وفي معلومات صحيحه ومش صحيحه وعم تعمل مشاكل كتير، إلى دور اكبر لازم تلعبوا هيدي المنصات. ومنشان هيك عم بيكون في الحكومات بامريكا هلا، يعني انا وياك عم نحكي في الحكومات عم تلعب دوره، وكمان باوروبا واستراليا. بما أنك ذكرت الوقائع، أمريكا محاولة التمرد التي وقعت يوم 6 يناير مع اقتحام الكابيتول وتعامل المنصات مع ما حدث، إلى أي مدى كانت المفجرة لنقول لضرورة اتخاذ إجراءات ضد شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل؟ هلا هني مشكلته هيدي المؤسسات هذه اللي عم تكون بيقلك، طب انا مين بده يقول لي اذا هذا صحيح، هذا لازم انا سلط الضوء عليه او لازم لا زيل هالمعلومه. بيقولوا بيعتبروا هني انه مش بدور هني لازم يلعبوا هالدور، انه حدا بده يقول لنا، بس مين بيقول صح والغلط؟ وهون كمان في حقوق معينه، انه مين بده يلعب هذا الدور، انه انا هذا حق تعبير شخصي او لا انا عم بعمل مشاكل. فهون هون المنصات عم تحكي مع الدولة انه نحن حاضرين، يعني في كتير قصص عم نعملها بس واضح منا كيف، لازم نعمل اكثر. بس مين بده يقرر انه هيدا المضمون؟ مثل انا هون اليوم عم بحكي معك هديل، انه حدا بده يقرر انا عم بحكي مزبوط وفي يكفي فيه، اما لا بده يقول لي ايمن وقف. يعني الموضوع كبير أيمن. أمريكا انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة سواء حول كورونا أو حتى على مستوى الشخصيات العامة أو العادية هو أمر مؤذي لنعترف. شاهدنا أيضا عندما تم استخدام تويتر نشر قصة عن أخ الرئيس بايدن في فترة الانتخابات عبر نيويورك بوست دون أدلة. إذا ما تحدثنا عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ بناء عليه لضبط الأمور، ماذا ممكن أن نتوقع؟ هلا اللي عم تعمله هذه المؤسسات عم تلعب دور تقني وموظفين اكثر، تقنيا عم بتحسن التقنيه لتقول انه اوكي اذا نحن قدرنا نرصد هالمعلومات الزائفه او مش صحيحه فينا نزيلها تلقائيا، وفي حال التقنيه ما قدرت عم ترفعها لموظفين ناس، يعني في عدد هائل من الموظفين داخل المؤسسه ومن مؤسسات خارجيه عم يدفعوا لها مصاري لحتى تنظر بهذا المضمون وتراجع فيه وتزيله. فهون عم بيكون في خليط من التقنيه والنظر الإنسانية. ما هو القسم 230؟ كيف سيؤثر أيضا على إعادة صياغة شكل الإنترنت والشبكات الاجتماعية أيمن؟ هي المشكلة الكبيرة عم تكون هديل بأمريكا وأوروبا وغيرها، أنه التقنية كتير سريعة عم تكون، وبتعرف سواء يعني القانون بده يندرس ودوائر لينعمل وهيك بياخد من سنة لسنتين. يعني إذا اليوم هني عم يقرروا عشية ليخلص بعد سنتين، ما التقنية كلها تغيرت وانقلبت يعني كلها. فهي المشكلة عم بتكون إنه في سرعة التقنية مع هالقوانين يلي ما عم يقدروا يلحقوا سوا على هذا المضمون. منشان هيك لما يجي يعني يجي قانون معين هلا مثل هلا يلي عم نحكي فيه عم يتحضر صار له أشهر وسنين، يعني وليجي وقته هلا والوضع تغير. منشان هيك عم بيكون في هيدي المشاكل وعم يضل ينحكى فيها انه وقت مناسب او مش مناسب وحتنجح او ما حتنجح. ما المتوقع اذا ايمن من الكونغرس فيما يتعلق بالقرارات؟ ه-
هلا هي ككونغرس اليوم الاجتماع اليوم كان في واحد يعني من اشهر قريبه، ولانه هذا الموضوع نفسه عم يتكرر عم بيكون في ضغط على الجهتين، على هاي المؤسسات يلي المنصات الاجتماعيه، صار انه نحن يعني كل كم شهر عم ينحكى فينا على العالم كله انه شو لازم نعمل ونصلح ونعمل، وعم يتسلط الضوء علينا وعلى شو عم نعمل، فعم يعمل ضغط عليهم، وكان عم يكون في ضغط على يلي عم يسنوا القوانين لانه هن بعاد عن التقنيه، يعني بس تتابع شو عم يحكوا شو عم يسالوا واضح انه بعاد عن التكنولوجيا، في قسم منهم بعاد عن التكنولوجيا، فعم يقدروا عم يضطروا هن كمان يحدثوا معلوماتهم شو عم يعملوا هيك، فهذا الضغط على جهتين عم بيخليهم يعني يكونوا اقرب من بعضهم ليقدروا يوصلوا لمحل يقولوا اوكي نحن هلا هذا الضغط عم نشوله، بس اليوم ما بتوقع حيكون في زر حينكبس انه حيتغير فيه، حيكون في ندوات خاصه واكثر حتطلع من اليوم هذا اللي حيتفقوا عليه اكثر شيء. أشكرك جزيل الشكر أيمن، الحديث يطول لا تمل، أشكرك على هذا المرور، كنت معنا عبر سكايب الأستاذ أيمن عيتاني الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات، نتمنى الضبط أكثر فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي حتى على الصعيد الشخصي أيمن، أشكرك جزيل الشكر.